السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا من إيدك أحلى اللي حنقدم لكم فيه الكفتة كطبق رئيسي. الكفتة الكل يتفق عليها ويحبها كبار ولا صغار، ومناسبة لشهر رمضان الكريم. نوع نشوي بالكوشة ونوع نشوي على النار، وحنضيف مع الكفتة صوص بالفلفل الأحمر المشوي مناسب لها، وطبق الحلو حيكون غريبة البرتقال واللوز والزبيب اللي حتكون نكهتها مختلفة وهشة ولذيذة جدا. على بركة الله نبدأ كفتة البطاطا. عندي 5 بطاطات سلقتهم في مية وملح وهرستهم بالشكل هذا. حنضيف لهم 200 جرام ولا 300 جرام، من 200 ل 300 جرام دجاج، مش كمية كبيرة من الدجاج، فقط لتنكيه البطاطا. الدجاج طيبته على النار، قصيته صغير، تبلته بفلفل اسود وفلفل احمر وشويه معدنوس وشويه تومه وشويه حبهان، اللي بالشكل هذا قطعه صغيره كانت بالشكل هذا. يعني المكونات كلها حتكون شبه طايبه، يعني فقط بنعطيها شويه صغيره في الكوشه باش تعطيني المذاق اللي انا اشتغل عليه توا. نضيفه على البطاطا بالشكل هذا. نضيف 3 ملاعق بصل اخضر قرضتهم صغير، ايضا نضيف 3 ملاعق معدنوس قرضتهم صغير، وبالتوابل هنضيف ملح ما نكترش، لاني انا عندي في الدجاج الملح وعندي في البطاطا الملح، شويه ملح شويه كزبر شويه تومه مرحيه وفلفل اسود وفلفل احمر شويه ما نكترش منه، وعندي بيضه ونخلط يدوي الخلطه متاعي بالشكل هذا. الالوان فيها زاهيه وجميله، الابيض مع الاخضر مع قطعة دجاج، خليتها قطعة دجاج صغيرة ومش كبيرة، باش مع كل قطعة تاخديها حتستطعمي بنة البطاطا وطعمة الدجاج فيها بالشكل هذا. نخلطها كويس. لاحظ ان العجينة معاي متماسكة، نقدر نشكلها كرات بالشكل هذا. طبعا الشكل النهائي تقدري تتصرفي فيه كيف ما يعجبك عزيزي المشاهد، تقدر تتصرفي فيه كيف ما يعجبك. نقدر نديرها زي الأصابع، نقدر نديرها كرات، لكن احنا بنعطوها شكل الكفتة بنخلوها بشكل كرات. الطاجين اللي بنستخدمه زي ما عودناكم ديما، هنستخدم طاجين تيفال، ما فيش داعي ان نحط ورق زبده ولا اي شيء ثاني، لان اكيد ان حنكون متاكده من ان الكفته متاعي مش حتنحرق. في خطوه ثانيه بعد ما نكمل تشكيل الكفته، اللي هي بندير عليها مسحه بسيطه ببياض البيض، وبعدين نجي نكركبها في او نغمسها في الخبزه المرحيه. يعني بنكتها الخبزه المرحيه بشويه زعتر وشويه فلفل اسود، حتطلع طعمه مختلفه. الكفته هذه سهله زي ما قلت لكم، مكوناتها بسيطة متواجدة في أي بيت، وكذلك القيمة الغذائية لها عالية جدا ومناسبة لشهر رمضان الكريم. نتأكد أن فيه مسافة بيناتهم. طبعا لما تكون المكونات
شبه طايبة هتاخد وقت أقل في الكوشة فقط للتحمير. الخطوة اللي بعد هذه يعني حنجيب بيض البيض ندهن به سطح الأعلى وسطح الأسفل للكفتة، وبعدين نغطس في الخبزة المرحية بالشكل هذه، بالشكل هذا. أيوة، في خطوة تانية بعد ما نكمل العملية هذه حنقولكم عليها، هي كيف نكسب الكفتة اللون الذهبي والمقرمش الجميل، تعطيك طعمة كأنها قليتيها في الزيت، لكن الحقيقة مشوية، وزي ما قلت لكم هيك حتكون صحية أكثر ومفيدة وخفيفة على المعدة بالذات في شهر رمضان الكريم. نكرر نفس العملية، الكمية الموجودة عندي نزيد نسويها، نحطها في الطاجين، وهكذا ليل نكمل آخر قطعة. نمشي الفاصل ونرجع من جديد نوريكم الشكل النهائي لها. رجعنا لكم من جديد، كان هذا الشكل النهائي للكفتة بعد ما أعطيتها شكلها الدائري ودرتها في بياض البيض والخبز المرحية. توا بنعطيها دهنة بفرشة زيت الزيتون باش تعطيني اللون المقرمش الذهبي والطعم اللذيذ. نحاول قدر المستطاع نستخدم مكونات صحية فيها فوائد وقيمة غذائية زي زيت الزيتون اللي ندهن به، طبعاً اللي دهنت الوجه وايضا دهنت الخلفيه للكفته. نحطها في الكوشه تاخذ من ربع ساعه لاقل ربع ساعه 20 دقيقه حسب حراره كوشتك. نحطها في الوسط، نفتح عليها النار من فوق ومن تحت ونخليها تتحمر. نجولي الكفته الثانيه اللي قلت لكم هما تقريبا شبيهة في المكونات، لكن واحدة نستخدم فيها الدجاج مع الفلفل الأحمر الحلو المقطع مربعات مع ثلاثة ملاعق ملعقتين لثلاثة ملاعق معدنوس وشوية بصل أخضر للنكهة. نجيب وعاء نخلط فيه المكونات اللي عندي، طبعا حنضيف لها توابل هي اللي حتعطي النكهة الجميلة المحببة للكفتة. البصل الأخضر يعطي طعمة لذيذة، شوية المعدنوس، هذا هو اللي نعتبره المكون السحري أو الإضافة السحرية اللي حتضيف نكهة مختلفة جدا على أي كفتة بالدجاج أي كانت مكوناتها. طعم الفلفل الحلو حيعطي نكهة حتحبوها من أول تجربة بإذن الله. ناخذ نضيف شوية تومة، شوية كزبر، نضيف الملح ايضا، ما عنديش ملح في المكونات هذه زي الكفته الاولى، لازم نضيف الملح تقريبا ملعقه صغيره، نضيف فلفل اسود هذا ملعقه صغيره، وزنجبيل وشويه فلفل احمر. نظف الطاوله نشتغل على راحتي. الألوان الزاهية
تفتح النفس. الأكل بالذات الألوان تنسقها في الكفتة حيعطي منظر لسر العين ويفتح الشهية. يعني طبعا اليوم اخترت اني تكون الحلقة كلها على الكفتة، كفتة الدجاج باختلافات طبعا بسيطة، واخترت انها تكون صحية، ابتعدت عن القلي اكثر قدر المستطاع. نشكلها دوائر نفس الشيء، حيبان لي فيها كل المكونات، المعدنوس، البصل، قطع الدجاج، وبنقليها على طاوله تيفال اللي فيها تجريحات زي ما تشوفها. لو كان عندي اي زياده في الزيت، نقطه زيت، حتقعد في القاع مش حتتاثر لي او مش حتتشربها الكفته. طبعا نسيت ما قلت لكمش اني بندير رشه زيت زيتون بس مش هلبة. استمر بنفس الكيفية مش صعبة في التشكيل. حنقدم مع الكفتة أيضا صوص جميل حيعجبكم وحيتماشى مع الكفتة هذه. من مكوناتها أيضا الفلفل الحلو الأحمر. مطبخنا من إيدك أحلى، أكيد حيكون عزيزي المشاهد لما تبقى من إيدك أحلى، بالذات لما تضيف عليه التوابل اللي معروفين احنا بها الليبيين، نحبه لاكل الناشط شويه زي الكفته بالدجاج، بصلها الفلفل الحلو، لكن الفلفل الاحمر البودره لازم منها، حيعطيها نكهه ومذاق ليبي. الطريقه هذه لنكمل الكميه. لاحظوا معي ان الاطراف الكفتة بدت تتحول للون الأبيض، الدجاج بدي يطير. الطريقة هذه، وما نخافش حتى لو لصقتها شوية، خلي مسافة فقط بس تعطيني راحة اني نقلبها من غير ما نغير أو من غير ما نلخبط بشكلها، يتغير لي تكوينها تقريبا. سريعة التحضير وسهلة. ننصحكم انكم تجربوها لان فيها قيمه غذائيه ايضا عاليه. اولا مبتعد عن القلي زي ما قلنا، رشه او مسحه بسيطه بزيت الزيتون في الطاوه تكفي. بعدين مكوناتها كلها صحيه، الفلفل الاحمر، الخضره، المعدنوس، الدجاج، ايضا صحيه وخفيفه على المعده الصائم. تاخذ من 5 إلى 10 دقائق، نقلبها كل 5 دقائق على جهه باش نطيبوا الجهتين، ونجي لصوص الفلفل الاحمر. الصوص هذا يتماشى مع الكفته
لان مكوناتها حتى هي فلفل احمر وايضا يتماشى مع كفته البطاطا اللي حطيناها في الكوشه. مكونات الصوص ناخذ قطعتين فلفل احمر نشويها في الكوشه ونحي قشرتها بالشكل هذا. عندي زوز ملاعق جبنه، عندي نص كوب حليب. طبعا الحليب بنشوف الصوص هل نعطيه ربع او نص كوب حليب، هذا اللي بتحكم فيه هنا. وعندي من 5 إلى 6 قطع بشكوطي ملح، وايضا بودره تومه حسب الرغبه، بودره تومه او تومه طازه، انا نفضل نستخدم بودره التومه. هل بيسالوا فيها منين التوابل اللذيذه اللي تخلي في الطعم والماكله فايحه، اللي هي تلقوها في كوسكا، وننصحكم باستخدام التوابل على طول السنه طازه ودرجه اولى. نستعين بست البيت في تحضير الصوص. طبعا ست البيت هذه مونا الاكس، رفيقتي في الطبخ ما نستغناش عليها ابدا. لاحظوا ان فيها 3 شفرات. ميزه 3 شفرات هادو انها تقطع لي الخضره اللي اني نبيها كيف ما نبي بالضبط، يعني ما تسحنهاش. مثلا بنقطع فيها بصل حيطلع لي مربعات، لو نبي فيها طماطم بتحكمي في السرعه وفي عدد الشفرات اللي بنركبها حتطلع لي مربعات، ما هيش مسحونه ما تنزليش ميتها بالضبط كيف ما نبي. ايضا بطول مده الرحي والضغط على السرعه نقدر نخليها سائله، يعني فيها مميزات ما فيش في اي مساعد في المطبخ زيها. حط الفلفل وعيني على الكفتة، انا متاكده من انها مش حتنحرق وحتعطي طبعات جميله باستخدام الطاوه هذه. نحط قطع البسكويت، استخدمت البسكويت حيعطي تقل للصوص جميل جدا، حيعطيه قوام ومذاق. نجيب الجبنة ورشة التومة، ايضا نسيت نقول لكم نستخدم معها رشة فلفل اسود. الملح ما نضيفش هلبة لان البشكوتي مالح والجبنة مالحة، فبنضيف رشة بسيطة بس. عندي هلبة معاونين ست البيت ولا رحايا اليدوية، ف مش حنحير في الطبخ ما دام معاي معاونين ما يخدمنيش ابدا. القوام الثقيل شفتوا لما ضغط ضغطات بسيطة بس، المكون مربعات لكن أنا نبيه صوص يعني سائل. نزيدها شوية حليب، أيضا القوام تقيل شوية، نزيدها شوية حليب. اعطيتها سرعة كافية باش طحنتهولي وخلت لي الصوص بالضبط في القوام اللي أنين بيه، وشوية ونرجع لكم ونوريكم كيف يكون قوامه بعد ما ندير طلة عليه كفتي. المقلاة هذه أكثر مقلاة نستخدمها في مطبخي ونفضلها، تعطيلي الخطوط الشوي ليها تعطيلي في منظر ومذاق جميل مشهد شكل هذا.
5 دقائق ثانيه فقط وتطيب. نجي لطبق الحلو اليوم اللي حيكون غريبة بطعمة غير. مكوناتها سهلة وبسيطة ومتواجدة وأيضا تزكى، يعني مقدار زي هذا يعطيني كمية لبس بها. نحكي لكم على المكونات. عندي 350 جرام دقيق، عندي 125 جرام زبدة، عندي كوب زيت، عندي نص كوب سكر، عندي معجون البرتقال ونكهة البرتقال المعجون. نقدر نستغنى عليها، نقدر نستخدم ملعقة بدلها مربى، ونقدر نستغنى عليها بكل، لكن أنا نفضل إضافتها حتعطي طعمة ونكهة غير. عندي بشر مبشور برتقالة، وعندي زبيب قطعتها قطع صغيرة بالشكل هذا، وعندي اصفار بيضتين، وعندي البياض بنخليه للزينة بعدين، وعندي المكون السحري اللي حيضيف مذاق رهيب للغريبة ويخليها هشة، اللي هو كريم الباتسير، عفوا مسحوق الباتسير، تلقوه في أي محل موجود ومتوفر، نقدر نستغنى عنه أيضا لكن ننصحكم باستخدامه. لو ما عندكش مسحوق الباتسير تقدر تستخدمي مسحوق كراميل، كانت تحبي نكهة الكراميل أو تقدري تستغني عنها. وعندي لوز شرائح، اللوز هذا بنقوم بنلفه على الغريبة وندير فيه تزيين الغريبة. لحظة مهمة نركز عليها، ما نكترش من السكر لأني يعني مستخدمة الزبيب اللي هو حلاوة عالية، فأي شيء يزيد عليه حد هي القبضة تبدأ حلاوة هلبة مش حتقدري تتقبليها. أول حاجة نحط الزيت، الزيت والزبدة، ونحط السكر، ونحط صفار البيضتين، ونخليهم نجي نشوف الكفتة. في قطع طابت وقت يطلع صحن، خمسة دقائق ثانية بس وتطيب. امتزجت المكونات السائلة مع بعضها، حنجي نخلط المكونات الثانية يدويا باش نعرف نتحكم في قوام الدقيق. المكونات بالشكل هذا بالشكل هذا، حنضيف الزبيب والبرتقال، حنضيف نكهة البرتقال، حنضيف بودرة باتسير، وبعدين عندي الدقيق اخر شيء. طبعا
طبعا الدقيق انا مخلطه فيه ملعقه صغيره بيكنج باودر، ما نكترش من البيكنج باودر لان الزيت مع الزبده مع الكريم الباتيسير حيعطي او بودره الباتيسير حيعطي هشاشه للغريبه جميله جدا ومحببه. نضيف الدقيق دفعة واحدة لأني جايستها، ولو حسيت أنه يستحق زيادة دقيق حنزيد. في هذه الأثناء ما ننساش أنني عندي الكفتة ما زلت نشوي فيها على النار، انظرها النهائي جميل، تفتح النفس فعلا. نجي نكمل العجين، دلكها بإيدي، ما تستاهلش هلبة دعك او هلبة تدليك، فقط اني ندخل الدقيق في السوائل حتطلع لي عجينة متماسكة شوية، ما هيش رطبة وما هيش لينة، يعني نقدر نكورها ونشكلها على هيئة كفتة بسهولة، عفوا على هيئة غريبة بسهولة. عقلي قاعد مع الكفتة، معني متأكدة ومطمئنة انها في طاولة التيفال مش هتنحرق مني ولا تفشل الوصفة. حيكون عندي العجين متماسك بالشكل هذا، خليه شوية، طفي النار على الكفتة المشوية على النار في طاولة التيفال ونوصله طبق الحلو اللذيذ متاعنا. نجيب طاجين، نحاول يكون خامة كويسة زي تيفال باش ما يتصبليش وتفسد لي وصفتي بعد ما خسرت فيها وقتي وجهدي. أول حاجة نديرها أنني ناخد المقدار اللي نبيه كله نديره كرات بالشكل هذا، طبعا يعني بنغطس في الابيض البيض وبعدين بنلصق فيه او بنحطه بعدين على اللوز باش يلصق في كره الكفته كلها، عفوا كره الغريبه كلها. فمن الافضل باش ما نحطش ايدي في الابيض ونجي للعجين تاني ندير نشكل كل المقدار على هيئه كرات وبعدين نحط له اللمسه الاخيره. نمشي الفاصل ونجي نقول لكم نوريكم الشكل النهائي لغريبة اليوم. رجعنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين ونقدم لكم شكل النهائي لسفرتنا اليوم اللي فيها نوعين من الكفتة الصحية، صوص يتناسب مع الكفتة وغريبة البرتقال واللوز الهشة جدا، وعصير كوكتيل موز وفراولة وكيوي. إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تكون من إيدكم أحلى، ونلتقي إن شاء الله في حلقات تانية، وصحة فطوركم.